البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير، نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. اليوم رجعت معكم واحد الوصفة جديدة او فيديو بالاحرى جديد، اما الوصفة راها معروفة عندنا في بلادنا. المهم انا تشهيتها، واخا ما عنديش واحد العنصر من عناصر ديال المقادير، ولكن غنديرها ورجع في الله كما تنقولوا. نهار يتوفر عندي ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو اخر وغادي نستعمل ذاك العنصر. المهم اليوم اللي بغيت نقول لكم، اللي جيت نشارك معكم، غادي ندير نصاوب انا وياكم طنجيه ديال الدجاج، ولكن غير في الطاجين، حيت كاين الناس اللي تستعملوها مثلا اللي متوفر عنده الطنجيه ويديها الفرناتشي او للفران او لا عنده يعني الفاخر فين يديروا ويوقدوا ويغطسها، يعني يديرها فيه وطيب مزيانه. وبحال حنا اللي في الناس في الغربه ما عندناش هاد الاوبسيون هادي، كاين اللي تستعملها في الكوكوط. انا هادي السنين ما بقيتش نطيب في الكوكوط، حيت المهم ماشي عندها اضرار على الصحه وداك الشيء. المهم انا ما عنديش، المهم انا قررت نديرها في الطاجين ونشاركها معاكم. المهم ما نطولش عليكم، غنبداو بالمقادير على بركه الله. انتم كما تتشوفوا معايا هنا، ندير لكم كاميرا شويه، عندنا نبداو العنصر الاساسي هو الدجاج. هنا عندي ثمن دجاجه كبيره، انا حيت دائما تنشري دجاج صغير، ما تعجبنيش هذاك الكبير تيكون مسمن بزاف فيه الشحمه. المهم انا عندي هنا دجاجه ونص صغيره اولا دجاجه كبيره، لكم الاختيار. عندنا واحد الحامضه مصيره هنايا، عندنا فص ديال الثومه اللي يكون كامل، عندنا هنا واحد الكاس ديال زيت البلديه اللي صغير هانتوما تتشوفوا، عندي هنا واحد نص كاس ديال الماء دافي مزيان رقت فيه زعفران زغبه كما تتشوفوا، ها هو طلق اللون. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكمون وشويه ديال الملح، يعني الملح غادي نذوقو على حسب يعني على حسب الذوق وحسب نطيبو، وحيت غيكون فيها المصير غيكون فيها العنصر اللي قلت لكم اللي ما عنديش انا. نورمالمون هذه تنديروها معلقه كبيره ديال السمن الحار، انا ما عنديش سلاليه وباقي تنسينوجيني ان شاء الله من المغرب، غادي نكتفي غير بالضامه ديال السمن. ها هي كما تتشوفوا جايبه معايا من المغرب باش يعطيني غير داك المذاق ديال السمن. المهم هذه هي المقادير، غادي يعني سهله متوفره، غادي ننتقلوا دابا للطريقه ديال التحضير. هانتوما كما تتشوفوا ناخذوا الطاجين ديالنا، كل ما كان الطاجين يعني شارب عقله كما تنقولوا، يعني شارب ليدام او يعني قديم تتجي فيه الصراحه الماكله بنينه وتجيني هاد الطنجيه هذه مزيانه. المهم غادي نبداو ناخذوا هذاك الماء كما تتشوفوا اللي رقدنا مع زعفران زغبه، غنديروه على هذا الشكل هذا، وغناخذوا هذيك المعلقه ديال هذا الكمون كبيره وداك شويه الملحه، غنديروهم حتى هما على هذا الشكل. وغناخذوا هاد الحامضه ديالنا المصيره، غادي ناخذوا لها اللب ديالها، نديروه هذاك اللبه ديالها ولا اللب، نقسموها على هذا الشكل هذا، والجلده غنخليوها حتى هي غادي نديروها فوق الدجاج. هانتوما كيما شفتوا ناخذوا داك اللب ديالها وغادي نمعسو هنا مع هاد اللقامة اللي درت، هانتوما كيما تتشوفو نمعسو مزيان على اللقامة اللي درت على هاد الشكل. المهم موافقاش تيكون السمن، هانتوما اللي متوفر عندها السمن هنا أو الناس اللي تيشوفوني من المغرب راه غادي ديرو السمن الحار، مغاديش ديرو الضامة بحالي. أنا غير تشهيتها الصراحة ومدة وأنا باغا نطيبها ملقيتش السمن سالا ليا، هو تنساينو حتى ربي فرجا يوصلنا من المغرب. المهم قلت غادي نطيبها ونشاركها معاكم. المهم ناخذ انا الضامه ديال السمن، نتوما غادي ديروا المعلقه كبيره ديال السمن الحار. المهم انا باش تعطيني المذاق ديال السمن. المهم غادي نمزج هاد العناصر مزيان كما تشوفوا بهذا الشكل هذا، ونشد داك الدجاج ديالي وغادي نرقدو في هاد الإقامة هادي. هو كل ما ترقد تيجي بنين الصراحة، أنا المهم غنخلي غير نص ساعة حيت غادي نطيبها نتغدى بيها اليوم إن شاء الله بإذن الله أنا والوليدات المقاسين. هانتوما كيما تتشوفو غناخدو هداك الدجاج ديالنا وغادي نرقدوه في داك الإقامة على هاد الشكل، ومن الأحسن ما تضيفوش الزيت حيت الزيت ما تيخلي الصراحة الإقامة تدخل مزيان، حتى نبغيو نطيبوه ونديرو فيه داك الزويته. المهم حنا غنحاولو
نديرو بهذا الشكل هذا كما تتشوفوا. نستعملو يدينا بالطريقة هذه هكا، تيدخل لينا مزيان داك اللي قامه فيه، ونخليوه يترقد واحد نص ساعة. اما اللي عنده الوقت اما تقضيها في الليل وتخليها حتى الصباح وتطيبيها، اولا غير ساعتين قبل. المهم كما قلت لكم كل ما ترقد مدة ديال الترقيع حتى الطول تتجي بنينة هاد الطنجية هادي. هانتوما نستمر حتى غادي ندير هاديك الكمية اللي عندي على هاد الشكل هذا، وغادي نخليها في الطاجين. انا بغيت نرقد عنيد في الطاجين باش تبقى فيه هاد الشكل. شوفو دابا الدجاج ديالنا هانتوما كيما تتشوفو معايا. المهم غنخليهم مرقد واحد المدة ديال نصف ساعة كيما قلت لكم، وغادي نرجع باش نكمل الطريقة ديال الطهي ديالو. هانتوما البنات، من بعد ما دازت لينا نص ساعة على الترقاد، غادي نزيدو داك الكاس ديال زيت البلدية. هانتوما نديرو على هاد الشكل هذا من فوق الدجاج كامل كما تتشوفو، وغناخدو داك التومه داك الفص كامل ديال التومه نخليوه بالقشور وغادي نحطوه. كل ما كانت التومه بزاف كل ما تتجي بنينه، وراكم عارفين التومه يعني صحيه زوينه يعني الفوائد ديالها. نخليوها على هذا الشكل هذا، نحاولوا نحيدو داك القشور اللي زايدين. هانتوما تتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وغناخدو هذاك الحامض المصير، واللي بغى يزيد الحامض يزيدو. المهم هاد القشرة انا تيعجبني الحامض الصراحة، تنموت عليه في الماكلة. نديروه بهذه الطريقة هادي، وهاد الميه ديالو تا هي معسلة، ديروها الوسط صافي. هادشي اللي كان خصنا نزيدو. المهم هذه هو الطاجين ديالنا اولا الطنجية ديالنا. غادي نشدو دابا غادي نغطيوها وغنديروها فوق البوطة على المهل، يعني البوطة تكون مهيلة، حيت هذاك النص الكاس ديال الماء اللي كنا درنا اللي فيه الزعفران هو باش غطيب وزيد الزيتون. وغادي نديرو عليها البوطة مهيلة ونخليوها غادي تاخد لينا بين نص ساعة حتى 45 دقيقة. من بعد ما غادي طيب نتلاقى انا وياكم باش نشوفوها كيفاش جات، ونحطوها في طبق التقديم اولا غنخليها في الطاجين ديالها، ما كاينش احسن من الطاجين ديالنا حنا المغربي، ونشوفوها كيفاش جات ان شاء الله. وانتم البنات، من بعد ما دازت واحد 10 دقائق او 15 دقيقة نحلو عليها ونشوفوها، ونحاولو نسقيو داك الدجاج هذيك المريقة ديالو. هانتوما حيت راه دايرين حنا غير زعفران يعني زغبة، تيطلقش هو اللون بحال الخرقوم عرق، يعني متيكونش اللون صفار بزاف. خاص دابا في الكاميرا ما تيبانش اللون مزيان، لكن راه الصفورة طالقة ما شاء الله بحال هكا باش يزيد يدخل لينا داك العطرية هذيك الزويته في الدجاج ديالنا. المهم بهذه الطريقه هذه ديروا هاد الثومه نزيدو نديروها هنا وسط، ونسدو عليها عاوتاني ونخليوها حتى تكمل الطياب ديالها، ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله. نعاود لكم شي البنات على الريحه شحال غزاله تبارك الله وصلاه عمي. هاد كوكان السمن يعني الحقيقي اللي غادي طيبه بالسمن الحار، غادي تشوفوا على مذاق وعلى بنه غادي يجي فيها. المهم غادي نخليوها تكمل الطياب ديالها، ومن بعد نتلاقى انا وياكم ان شاء الله. وانتم البنات، من بعد ما وجدت لنا الطنجيه ديالنا هانتوما تجي على هذا الشكل هذا، ما شهيتكم عرفتي واحد الريحه واحد المذاق غزاله، وتتوجد يعني دغيا. هانتوما كما تشوفوا جات معسله، نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. المهم شوفوا بعدا الشكل كيفاش جات، الدجاج طاب على حقو طريقو. هانتوما يعني خصها تجي بحال هكا حتى تتوقف، تتبقى لينا غير هذيك الزويته ديالنا هي اللي خصها تبقى. هانتوما يعني زيت البلديه باش طيبناها، شوفوا هاد الريوس ديال الثومه تبارك الله تيجو معسلين. كما قلت لكم الثومه يعني راها مفيده لينا لذاتنا، فيها راه انتيبيوتيك هي براسها. الحامض مصير انا درت شويه ديال الحار حيت عزيز عليا ومشهياه. هانتوما تتشوفوا الدجاج كيفاش طاب، الصدر يعني تتوجد دغيا، والصراحه بنينه وجدت مع واحد الطبق ديال
سلطه ديال الخضر والفواكه، هانتوما كما تتشوفوا يعني مخلطه، يعني ضروري نديروا الطاجين او لا اي حاجه يكون فيها يعني اللحوم ضروري نرافقوها بواحد الطبق ديال الخضر. وانا تنستغل يعني الفرصه ندير الخضر والفواكه، حتى انا من الناس المعجزين ما تناكلش فواكه بزاف واخا تنصابهم لولادي نحطوا ليهم تنسى راسي، تنقول من بعد وليت دابا تندير هذه الطريقه، تندير السلطه يعني مع الخضر والفواكه باش تناكلهم في نفس الوقت. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، خفيفه ظريفه، طبقوها. وكما تنقول لكم دائما اللي تشاهدني اول مره نتمنى يشارك معايا في القناه ويبارطاجي لي فيديو ديالي مع الاحباب والاصحاب والاصدقاء المقربين، ويدعمني بواحد اللايك وفعل الجرس باش يوصلوكم جميع الفيديوهات ديالي ان شاء الله. ونتمنى لكم شهية طيبة لي وليكم، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر وفي وصفة جديدة وفكرة جديدة. مع السلامة.